مساء الخير على كل حبايبي ومتابعيني. قبل ما ابدا الحلقه بحب اشكر كل متابعيني وحبايبي على دعمكم ليا، واتمنى ان محدش يزعل مني لان في تعليقات كتير جدا من حبايبي الزعلانين علشان مش بنزل كل يوم، وطبعا لظروف خارجه عن ارادتي. وبقول لكل حبايبي اللي بيقولوا انهم بينسوا الحلقه، انا كل فتره هعمل 10 حلقات، يعني هعمل حلقه مجمعه تضم 10 حلقات. بجد يا حبايبي الموضوع مش سهل، لان انا اللي بكتب القصه وانا اللي بسجل وانا اللي بعمل انيميشن. ده حتى انا خايفة اهل القصة تتسرق عشان ما كتبتهاش ورقي ولا نزلتها على جوجل، وده اللي معطلني هو كتابة القصة، ومش عاوزة بقى تعليقات جارحة. واللي مش عنده صبر متابعة القصة زي ما قلنا يقدر يتفرج على الحلقات المجمعة. وعشان اكون صادقة معاكم انا هنزل اساسي كل يوم 2 وخميس، ولو اقدر انزل اكتر من كده ان شاء الله هنزل. ما تنسوش بقى دعم يا حبايبي، واسفة على ان طولت عليكم، بحبكم جدا. يلا بقى نبدأ الحلقة. دخل يوسف القصر هو شايل شهد وهي محرجة جدا. ازاي يدخل القصر هما بالمنظر ده والكل لسه مش عارف اللي بينهم؟ اتفاجئ الكل ووقفوا مصدومين لما شافوا يوسف هو شايل شهد، الجدة وسلمة وكمال. وقال يوسف ببرود المعتاد: مساء الخير. وشهد وهي دفنة وشها في صدره وبتهمس له: يا عم البكاحين تنزلني، مش شايف العالم هيجيلها سكتة قلبية من المنظر ده؟ اخراس يا شهد، انا مش بعمل حاجة غلط، انت مراتي. مساء النور يا حبيبي، ردت عليه جدته، والغريب انها الوحيدة اللي مش مستغربة الموقف. في حاجة يا يوسف؟ شهد مالها؟ لا يا تيتا، هي كويسة بس محتاجة ترتاح. ونادى على نعمات وقال لها: نعمات جهزي العشاء وطلعيه على الجناح بتاعي. حاضر يا باشا. طلع الجناح بتاعه وحاول ينزل شهد وهي مثبتة فيه ومدارية وشها في صدره، وفضل واقف مستمتع باللحظة دي. فهي للمرة الأولى اللي بيحس فيها انها في حضنه من غير اي اعتراض منها، رغم انها بتداري نفسها من شدة خجلها من الموقف اللي يوسف حطها فيه. قال لها يوسف بخبث: ياه، ما كنتش اعرف انك بتحبيني للدرجة دي. ايه مكلبشة فيا كده ليه؟ مش همشي يعني وحسيبك. فاقت شهد وبصت حواليها لقت نفسها في جناح يوسف، وحاولت انها تفلت نفسها من ايده وقالت له: نزلني يا جدع انت، يا لهوي على الكسوف، انا عمر ما شفت حد بجح وبارز زيك. راح رماها يوسف على الارض: اه يخرب بيتك كده وقعتني من الدور العاشر. ده عقابك علشان لسانك اللي عاوز يتقص. وبعدين ايه اللي حصل؟ واحد وشايل مراته. يا دي مراتك، طب وسع كده يا سي جوزي، عاوز ادخل الحمام. ونرجع للجماعة اللي كانوا واقفين مصدومين: ايه يا كمال يا ابني، اتفضل كمل قهوتك. وقالت سلمة: هو ايه اللي بيحصل يا تيتا؟ وهي شهد بتعمل ايه مع يوسف؟ وكمل كمال: وازاي يشيلها كده وطلع بيها ازاي الجناح بتاعه؟ علم علمك يا كمال، اسيبهم بس يتعشوا وحبعت لهم ونعرف كل حاجة منهم. وبعد ما اخدت شهد الشاور بتاعها لبست نفس اللبس اللي كانت لابساه، ومدت راسها من باب الحمام وقالت له: انت ياه، هات لي هدوم اللي هناك دي علشان البسها. بص لها يوسف وقال لها: انت ياه، كنت شغال عند حضرتك، ما تتعد لي يا شهد. وبعدين اللي عاوز حاجة يطلع ياخدها بنفسه. يا بي على عجرفتك، ها هنقل ادبنا؟ لا لا لا، طب يا يوسف بيا سكرة، هات لي هدومي عشان البس، علشان لما تتزنق ابقى ساعدك. لا، ما هو انا مش بتكسف زي ناس كده، ما انا عارفة انك بجح، ما تجيب هدومي واخلص. شدها من ايديها وانصدمت بعضلات صدره، شهد بخوف وألم: ابعد عني لو سمحت. اما هو كان في عالم تاني خالص، كان تايه في خضار عينيها وشعرها البني، وقال لها بخبص: ها كنت بتقولي ايه بقى؟ ها؟ مش بقول حاجة. شفت يا تيتا؟ بص يوسف وراه وملقاش حد، وانتهزت هي الفرصة وجرت من قدامه ودخلت قط اللبس، وراحت قفلت الباب عليها وتنفست براحة كأنها هربت من أسد. ولما عرف يوسف انها خدعته علشان تهرب، هربت منه ضحكة زادت من وسامته، وقال بضحك: والله البت دي هتجنني معاها. اما عن شهد حاولت تلبس من الهدوم اللي كانت موجوده، ولقت بنطلون جينز وبلوزه جميله وخرجت. وكان يوسف قاعد بياكل وقال لها ببرود: اقعدي عشان تاكلي. رغم ان يوسف مش بيحب ياكل الا في اوضه السفره، فهو مش متعود ياكل في الجناح بتاعه، الا انه كسر قواعده وقوانينه علشانها. وفعلا قعدت شهد وحاولت تاكل،
ويوسف ما حاولش يضايقها علشان تاكل براحتها، رغم انه هو مش بيحب ان هي تقعد على مسافه بعيده عنه، بس اقسم بينه وبين نفسه ان هيسيبها المره دي. لكن بعد كده مكانها الطبيعي جنبه. وبعد فتره دخلت نعمات وبلغت يوسف ان جدته منتظراها تحت هو وشهد. اتنهد يوسف وقال بغضب: ما هي الليله دي مش هتعدي. طب يا نعمات بلغيها ان انا نازل. وفي الليفين كان الكل في انتظارهم، ونزل يوسف وهو ماسك ايد شهد. قالت له جدته: ممكن تفسر لي اللي حصل ده؟ انا سبتك لما ترتاح، انت عارف ان البيت ده له احترامه. وقبل ما تكمل قطعها يوسف بغضب وقال لها: اللي عملته ده مفيش فيه اي حاجة خارجة عن الاحترام، شهد تبقى مراتي. رغم ان الجدة كانت واثقة ومتأكدة ان هو اتجوز شهد يوم ما اتخطفت في حفل زفافها، زي ما هي متأكدة ان هو اللي خطفها، بس كانت عايزة تسمعها منه. قال كمال بخبث: اه يا يوسف يا جامد، مش بتضيع وقت انت خالص، مش زي قاعد زي خيبتها. وانت بقى عايز زي خيبتها؟ هي سلمى مدوخاك؟ مدوخاني بس، ده مطلع البلاء الازرق على جدتي. انا هقولك على وصفه هتخلي البت سلمى دي تموت في دباديبك، الحقيني بيها يا شهد الله يخليكي. قطع كلامهم نبره يوسف الحد: شهد اظن الوقت متاخر وكمان لازم يروح. يلا هوينا، انت بتطرد بالذوق. طب يا اختي انا ماشي اهو، بس هكلمك بكره عشان تقوليلي على الوصفه. انت عبيط، انت صدقت بجد؟ يلا يا كمال وانت يا هانم يلا على فوق. لا لا لا، انا عايز اقعد مع تيتا شويه. ما ادهاش فرصه وراح شالها وقال لجدته: بعد اذنك يا تيتا، انا تعبان وعاوز انام. يا عم انت على طول كده كاسفني، ولا انت بتستعرض عضلاتك دي؟ نزلني لعضك. طب اعمليها كده. وفضلوا الاتنين على خناقهم لحد ما وصل الجناح بتاعهم. وقالت سلمى لجدتها: دي هتجننه معاها يا تيتا. اسكتي، هي دي اللي هتنفع يوسف؟ بس هي تركيبة وهو تركيبة تانية خالص، تفتكر هيقدروا يستمروا مع بعض؟ افتكر، ده انا متأكدة. وقطع كلامهم دخول الممرضة: رأيفة هاني، معاد الدواء بتاع حضرتك. طب يا حبيبتي انا جاية وراكي، تصبحي على خير يا سلمى، وانت من اهلي يا تيتا. فتحت عينيها وحست بأنفاسه، تأملت ملامح وشه، ومدت ايديها وهي بتحاول تعدل شعره، بس اتجمدت ايديها وعينيها فاتحة بذهول بعد ما استوعبت ان هو نايم جنبها. حست بايده وهو بيحوطها بشدة وبيضمها لحضنه، وبصت له بصدمة وهو همس ليها بصوت ناعس: احلى صباح في الدنيا. بلعت ريقها وقالت له بتوتر: انت صاحي من امتى؟ ضحك عليها وهو بيبص في عينيها: ابعد يا جدع، انت هتخنقني. ما تعرفيش تسكتي شوية؟ بلعت ريقها وحست بخوف وتوتر لما هو قرب منها، بس هو حس بخوفها وفكر نفسه بوعده ليها ان هو مش هيقرب منها الا برضاها، وهمس ليها وقال لها: يلا يا أزع علشان نفطر. ما تقولش أزع، وعلشان كده مش قايمة ولا رايحة معاك. قلتلك يلا، احسن ما تهور واعمل حاجة مش هتعجبك. بعدت عنه بسرعة لدرجة انها كانت هتقع من على السرير. مسكها وهو بيضحك: يا مجنونة، كنت هتقعي، انت قليل الادب ومنحرف. هو انا عملت حاجة؟ ده انا غلبان ومراتي مدوخان السبع دخات. احسن خليك كده لحد ما تتأدب، وابعد بقى علشان عاوز ادخل حمام، احسن اعملها على نفسي. الله يقرفك، هو انت على طول مقرفة؟ وبالليل دخل يوسف الجناح بتاعه ولقى شهد قاعدة مربعة وقدامها طبق بلاستيك وبتغسل هدومها في حمام السباحة، وكانت لابسة عباية مخططة زي عباية نانسي عجرم، وربط راسها بمنديل مطرز بالخرز، وبتغني أغنية نانسي اه ونص. يوسف هو واقف مصدوم من جمالها، راحت هي قالت له: ايه يا عم المتنح، انت على طول كده تدخل زي القضا؟ في لحظة واحدة الاقيك قدامي، يا بي عليك. ايه اللي انت عاملاه ده في نفسك؟ يخرب بيتك. ايه، بسلي نفسي، قلت اعمل حاجه بدل القعده، اخدت الغسيل فمين. غسيله ايه وهباب ايه اللي انت بتغسليه ده؟ ما اديتيش ليه هدومك للخدامه تغسلها؟ وبعدين وسخت الحمام خالص، الميه كلها بقت صابون. لا يا حبيبي، انا بحب اعمل حاجتي بنفسي، وسع كده علشان انشر الغسيل. وراحت ناحيه البلكونه: انت رايحه فين بمنظرك ده؟ ايه، هنشر الغسيل. قال لي: قولي، احبالي الغسيل في البلكونه دي ولا التانيه؟
قال يوسف بصدمة: إحبال غسيل؟ هو أنت متخيلة إن بلكونتك في بولاق؟ تصدق بلكونتنا رغم إنها صغيرة بس كان فيها الزرع بتاعي، وكنت زرع نعناع بلدي من اللي قلبك يحبه، كل يوم بعد العشاء أعمل شاي بنعناع. عندكم أنت كده ببلكونتكم؟ لأ طبعا، وسع بقى أما أنشر الغسيل. انت مجنونة هتطلعي البلكونة بالمنظر ده؟ ماله بقى منظري ده، انا اشتريت الطقم ده مخصوص من الموسكي علشان اما اغسل هدومي استمتع كده وانا بغسله وعايش جو نانس عجرم. يعني انت شارية طقم مخصوص للغسيل وسايبة جوزك حبيبك، وانا اللي كنت مفكر لابساه ليا. امشي يالا من هنا، مش فاضيالك، ميعاد مسلسل المفضل قرب. يعني مش هتتعشي معايا؟ معطلكش يا اسطى، هي الساعة كام دلوقت؟ الساعة 6. ها؟ المسلسل زمانه بدأ، خدوا النبي نشيل الغسيل. وراحت ادته الغسيل وطلعت تجري. مسك يوسف طبق الغسيل وهو واقف مصدوم. ونزلت شهد تحت ولقت سلمى قاعدة هي كمان بتتفرج على المسلسل، وجنبها جدتها. قالت لها الجدة وهي بتضحك: ايه اللي انت لابساه ده يا بنتي يا شهد؟ ها؟ هو المسلسل بدأ يا سلمى؟ والساعة كده شوية. يخرب بيتك انت عامله في نفسك كده ليه؟ كنت بغسل هدومي. اسكتي بقى عشان اعرف اتفرج واجيلي اسئلتك دي لما المسلسل يخلص. ده انا حتى ما نشرتش الهدوم واديتها ليوسف ينشرها. سلمى وهي بتضحك: غسيل ايه؟ وفجاه تحولت الابتسامه لصدمه: ايه اديتي ايه ليوسف؟ وبصت لجدتها اللي هي كمان كانت مصدومه من كلام شهد: ايه مالكم بلمين كده ليه؟ الله، ما لقيش عندكم لب ولا سداني اتسلى بيه وانا بتفرج. لا يا شهد مفيش، عاوزة دلوقتي. يا تيتا، مش هعرف استمتع بالمسلسل من غير لب ولا سداني. اهو يوسف جه، اهو يوسف حبيبي، ما تروح اتمشى كده وهز طولك وهات لنا لب وسداني. اجيب لك ايه يا اختي؟ لب ايه؟ ما تعرفوش؟ والنبي يا حبيبي. ده يوسف في كلمة حبيبي اللي كانت بتقولها، رغم انها قصد انها تستفزه، الى انه قرر ان هو هيجاريها لحد ما يطلعوا الجناح بتاعهم، ساعتها هيقدر يعاقبها، والعقاب هي طبعا عارفاه. راح ناحيتها وشدها من ايديها: ايه يا عم سيب ايدي، عاوزة اتفرج على المسلسل، نور كده بقى. اتفرجي فوق يا شهد في الجناح بتاعنا وغير اللبس اللي انت لابساه ده. ماله لبسي بقى؟ مش احسن من اللبس اللي انت جايبهولي؟ لبس الرق ولا اسكت احسن، بلاش فضايح. قلت اسمعي الكلام يا شهد ومفيش مسلسل. ايه ده بقى يا يوسف، انا عاوزه اتفرج. ما تروحي بقى يا شهد وخلصينا، انا كمان عايزه اتفرج. شايفه يا تيتا؟ ما تسيبهم يا يوسف يتفرجوا براحتهم، وبطل وش وروح هات اللب والسوداني. وجز يوسف على اسنانه وقلب عصبيه: حتى انت يا تيتا؟ ده البيت خلاص اتقلب لمورستان. ضحك الكل عليه وهو خارج متنرفز. وبعد ما عدى اسبوع ويوسف كان قاعد على السرير وبيشتغل على اللاب، وشهد رايحه جايه وهي بتتمتم وتقول لنفسها: اقول له ولا لا؟ ما مش هفضل كده، انا اتشجع بقى واقول له امرنا لله، هي موته ولا اكتر. يوسف رد عليها من غير ما يرفع عينيه: في حاجه يا شهد؟ انا اخلصي يا شهد، في ايه؟ ورايا شغل. بصي بقى من الاخر كده، انا عاوزه ازور بابا ورضوى، هما وحشوني. جاوبها وهو لسه عينيه في اللاب، وببرود شديد قال لها: لا مفيش خروج. قالت بعصبيه: ليه ان شاء الله؟ هتحبسني؟ شدها ووعد بين احضانه: صوتك ما يعلاش، وانا قلت مفيش خروج يعني مفيش خروج، ولو على بابا ورضوى هيجولك هنا وقعدي معاهم براحتك. بجد يا يوسف؟ ومن فرحتها حضنته وبسته في خده، ولما استوعبت الموقف قالت بصوت عالي: يا دي النيلة، هو ايه اللي انا عملته ده؟ وهو طبعا انتهز الفرصة وقربها منه اكتر: ها؟ ايه اللي بيمشي على الحيطة دي؟ ها؟ قديمة، العب غيرها، ابعد بجد يا يوسف. وبعد عنها لما لقى دموعها فرت من عينيها: خلاص بعدت اهو، ما حصلش حاجة. يوسف، وانا هقول البابا بكرة ايه؟ ما تقلقيش، بابا عارف كل حاجة، وعارف انك مراتي ورضوى كمان، وهو موافق على جوازنا. موافق؟ ازاي؟ اكيد انت هددته. بتهدد بابا يا يوسف؟ وهدد اي حد هيقف في طريقي علشان تكوني ملكي. انا مش ملكك، قلتلك قبل كده انا ملك نفسي وبس، وانا مش جارية عندك، ولولا بابا ورضوى انا كنت بعدت عنك وما كنتش حتى هتشوف وشي.
ما تتحدينيش يا شهد، أحسن ما أذيكي. وراح رماها على الأرض وخرج قبل ما يتهور. وقالت لنفسها: قال ما تتحدنيش، قال ليه، كنت مين؟ ده أنا شهد السماحي. ها؟ لا 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 يا إيه؟ أنا إيه اللي عملته ده؟ أما أعمل نفسي نايمة قبل ما يرجع. والحد هنا تخلص حلقتنا، بس حكايتنا لسه ما خلصتش، ونكمل إن شاء الله الحلقة الجاية. ما تنسوش بقى دعمكم ليا بلايك واشتراك يا أحلى متابعين. بحبكم جدا، أشوفكم على خير.